إلى موضوع آخر، ولاية عين الدفلة تشهد حملة تشجير واسعة بمختلف مناطق الولاية، حيث أشرف على انطلاقها السيد ولي الولاية، وذلك بمشاركة مختلف أطياف المجتمع المدني. التغطية لزميل مزاكو الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، نرحب بالسيد الوالي والوفد المرافق له. بالنسبة للاحتفال باليوم الوطني للشجرة المصادر، هات الماء اروح مقرون اروح مقرون اروح. بسم الله الرحمن الرحيم. المناسبة اليوم مناسبة عظيمة، تلاقوا فيه الناس اللي يحبوا البيئة. بالمناسبة هذه حوالي 1000 شجيرة على مستوى هذه الحديقة، على مستوى هذا المساحة الخضراء اللي كانت جردة، ورانا نقوم بتهيئتها.